أريد أن أقول لعنايتكم أن جولة المحادثات التي أجريتها وزملائي وفد الجمهورية العربية السورية اليوم مع السيد المبعوث الخاص كانت مفيدة. جرى التركيز خلال هذه الجولة على ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي للأزمة في الجمهورية العربية السورية، وهي كما تعرفون الورقة التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية للسيد الميسر في الجولة في الجلسة السابقة. نحن نعتقد أن إقرار هذه المبادئ التي أسميناها بالعناصر الأساسية سوف يؤدي إلى حوار سوري سوري جاد يسهم في بناء مستقبل بلادنا سوريا، كما أن إقرار هذه المبادئ سيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية وبدون تدخل خارجي وبدون طرح أي شروط مسبقة.